مدرب لرميات التماس. لك أن تتخيل أنها وظيفة فعلا، وظيفة ترسم على محياك الدهشة وأنت تسمع عنها للمرة الأولى. حتى أن يورغن كلوب الذي أعطاها الضوء الأخضر للشهرة عام 2018 لم يكن قد سمع عنها حينها إلا صدفة. في صائفة ذلك العام لاحظ كلوب أن حصول فريقه على رمية تماس يعني فقدانها. الرجل الذي يعشق السيطرة لم يرق له هذا، فقام بطلب إحصائيات كشفت له أن فريقه يخسر الكرة بنسبة 55% بعد رميات التماس. أخذ يبحث عن الحل، ولأن الصدفة خير من ألف ميعاد، قرأ عبر صحيفة عن دنماركي يعمل كمدرب لرميات التماس اسمه توماس جروني مارك. حقق نجاحاً مبهراً مع ميتيلاند الدنماركي بجعلهم يسجلون 30 هدفاً باستغلال رميات التماس في 4 مواسم عمل فيها معهم. وبالفعل اتصل كلوب بتوماس وضمه لطاقمه الفني وقال: أحب التخصص، وتوماس رجل محترف في عمله، يقدم لنا الإضافة بلا شك. وبنهاية موسم 2018-2019 تقول الإحصائيات بأن 13 هدفاً من أهداف ليفربول جاءت من استغلال رميات التماس. كذلك ارتفعت نسبة استحواذ ليفربول بعد تنفيذ رميات التماس لنحو 68%، ليقفز من المركز 18 في الدوري وحتى المركز الأول، بل وأنه احتل المركز الثاني بين أندية أوروبا. هل تعلمون من في المركز الأول؟ إنه ميتيلاند الدنماركي وفق أوبتا.